العيش وحق الآلة لنا مطلقا. من هو الوطني القطري يقود البلاد بالتنمية والتقدم، شعب بالثقافة المتنوعة، تعايش يحب المسلم، وأحزاب وطنية أغلبية معارضة متشبكة بالتوابل، ومشرفين مشرفة للوطن، وجغرافيا زاخرة بطبيعة الخلل. كل هذا يحملنا بحكم الأصالة والأصالة مسؤولية أن نبقى دائما في مستوى روعة هذا والنجاح. أيها الأخوة، وقد نهيت داخل، أريد أن أتقدم بشكركم جميعا للقيادات السياسية، للأحزاب السياسية، لقياداتهم الذين قبلوا بي ضمنهم لألعب هذا الدور، تحملتني كل هذه المعاصي. فإذا لي أعلن من موقع هذا أنني لن أترشح لدورة ثانية على اليسار في المكان الثاني. شكرا. Let's go!